أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على تميز الطاقات البحرينية العاملة بالقطاع الحكومي ودورها في إدارة مختلف الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية وتطلعها الدائم نحو التطوير والابتكار الذي يتم العمل على تعزيزه بين موظفي القطاع الحكومي. جاء ذلك في رسالة وجهها سموه إلى موظفي القطاع الحكومي عبر البريد الإلكتروني، ونوه سموه فيها إلى أهداف مسابقة الابتكار الحكومي فكرة والرامية إلى تحفيز سمات الابتكار والإبداع وتوظيف هذه الجوانب لإطلاق الطاقات بأفق رحب وتبني أفضل المقترحات التي تخدم التنفيذ المتقن للبرامج والأولويات والرؤى للقطاع الحكومي. وفيما يلي نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشكركم على كل ما تقدمونه من عطاء وسعي متواصل لتحقيق رؤى وتطلعات سيدي صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه وأهداف مسيرته التنموية الشاملة من خلال العمل الحكومي بقيادة العم العزيز الوالد صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر. إن الإصرار على الإنجاز وتجاوز التحديات بروح المسؤولية والمثابرة من الثوابت والصفات البحرينية التي نفتخر بها جميعا. إطلاق مسابقة الابتكار الحكومي فكرة هو تأكيد للدور المحوري للابتكار والإبداع في تعزيز التنافسية وتحقيق الاستدامة وفرصة للاطلاع بشكل مباشر على أفكاركم ومقترحاتكم من أجل تطوير الأداء بكفاءة أو بكافة مواقع العمل الحكومي خدمة للوطن والمواطنين. أتطلع إلى نتائج ومخرجات هذه المبادرة وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لكل ما فيه خير الجميع. دمتم سالمين موفقين. سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. يذكر أن مسابقة الابتكار الحكومي فكرة تم إطلاقها في 25 من سبتمبر الماضي، وتم استقبال المقترحات للمشاركة في هذه المسابقة عبر الموقع الإلكتروني لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والمستمرة حتى 25 من أكتوبر الجاري. المسابقة مخصصة لموظفي القطاع الحكومي وتسهم في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار باعتبارها المحرك الرئيس للتطوير وبلورة الأفكار الخلاقة التي ترتقي بمستوى العمل والإنجاز.